الحق يا شيخ تروح، القرويين نفزعوا علينا ورافع معهم. كاد رافع الخاس يخبرهم. تعال يا بنت، تعال. يبا وش لتسويه؟ جروح، ترى انخذيت البنت، أذبحك وأذبح روحي معك. شو معقولة؟ بدهم ياخذوا بنتك منك؟ وكاد رافع خبرهم، خبر أهل القرية إنها بنتهم وإنك بنتي أمها ولا أبوها. تعالي تعالي. هذه بنيتي، وإذا قرب منها أحد منكم ياخذها ترى أنا أذبحها مشانها، تفهموا؟ جروح وش تساوي يا جروح؟ هانت عليك بنيتك؟ ها؟ ها؟ سنقبل بنيتي؟ أنت بنيتي وأنا؟ أنا أبوها المال غيره، أنا ربيتك وحفنتك برموش عيني. سنقبل أنا حرمت من العيال وربي عوضني بيك. أنا شفت قيمة الدنيا ما تشوفش تكبرين قدامي يوم بيوم وسنة بسنة. سنقبل أنت طلعتي الوحشة الكاسر اللي داخلي وحولتيني لعيل تايه. هاي سمعت شو تقولي لي يوبا؟ حينها ما همني مال الدنيا كلها لأجل أسمع من اسمك كلمة يوبا. أنت بنيتي واللي ياخذك مني على جدتي. أهدي يا راشد، هذا الزلمة ما بتأمله. شلون أهدب؟ أنا ما صدقت ألاقي أهلي، ما تقعد معه دقيقة واحدة. أصعب شيء بهذه الحياة حين يكون لزوم نختار بين القلب والعقل. قلبي وده يانا أضل لأجل أني ما أعرف أي شيء بالدنيا غير اللي أنت علمتني إياه، لأجل أني أحس أنك أبوي. غير العقل يقولنا للطريق الصحيح، يصير عارف الصواب ما امشي بدربه. أصلاً ما أدري شلون وده ناظرك عقب كل اللي سويته. ناظريني بقلبك يا سنابل. أنت مو الحين تقولين إنك ما تعرفين لك أب غيري. يا سنابل أنا هي لقيتك حولت لي روحي بعد ما تاهت بيا كل دروبي. أنا سويت اللي ما يسووه بشر لجلك.